انا عايزاكي بقى تقولي النصيحه لام ركب دي اللي قاعده اللي مش قادره تشيل ركبها وهي عندها 20 سنه وتقول لك انا مش قادره انزل ركبي ولا اقوم علشان تخين. قولي لها وصفه سحريه كده من وصفات نونيا اللي تحافظ بيها على اليقطه وتقوم تنطلق وتجري ما تقعدش تدق على الناس وتبقى شايفه نفسها انها هي اصعب حاجه لازم كل الستات يعرفوها ان اوحش حاجه بتغير شكل الوش لما تتخن وتخس لما تتخن وتخس. واهم حاجه عشان الركب ايه اللي بيتعب الركب حتى الدكاتره يقولوا انه الوزن الزياده. يعني في دكتور كان بيقول لماما وانا بسمعه في باريس بيقول شيلي 5 كيلو برتقان في الايد دي و5 كيلو برتقان في الايد دي واطلعي السلم لازم هتنهكي. فلما الوزن بيكون زياده بيحمل على الركب. وبعدين لازم ما تنامش متنكده، لازم تحب الحياه، لازم تحب الناس، تعرف قيمه الدنيا، ان اللي بيعدي اللحظه دي اللي انا وانت قاعدين فيها قدام النيل القمر ده اللي بيضحك لنا. والله بيضحك لنا. ده احلى مكان انا بحبه، يعني بحس فيه الطاقه كمان الفظيعه اللي بنحس بيها جوه الميه. بتحسي كل ما اجي هنا اقول مصر جميله، مصر تهبل، في اجمل من كده في مصر؟ مصر اجمل بلد في الدنيا كلها واحلى بلد، واللي بيبعد عنها بيعرف قيمتها وبيعوز يرجع تاني بس بيكون فات الاوان. يعني انت تنصحي الستات اللي ركبها تعبانه ومش قادره تقوم تعمل لازم الحركات بتاعتك تخس. أيوة. تتحرك في البيت، ترقص، وما تيأسش. ما تيأس، ما فيش حاجة، كل حاجة على اليونة بتاعتها. هو الأكل على فكرة، أنت عارفة أن أنا نباتية. أهم حاجة الأكل بالليل والنومة. لازم في الأكل زبادي وفاكهة وخلاص. ولو هتاكل يبقى الساعة 8 وتنام مثلا الساعة 12. مش تاكل وتنام على طول. نونيا، طيب يعني العمل عصابة الماكس ده كان مع مخرج جديد، نونيا ما اشتغلتش معاه قبل كده، برضو ملوش اعمال كتير على الساحه، او معرفش ده اول عمل ليه ولا ايه. وانت عندك حته ان تغامري وتروحي تشتغلي مع مخرجين جداد لسه بيخرجوا لاول مره، مش اول مره بتعملي ده، يمكن اربع خمس افلام الاخرانيه. ايوه كانوا جداد وروح جديدة. وروح جديده. انا قعدت معاه قلت له انت شايف نوجة دي ازاي؟ المخرج والممثل لازم يكونوا على وتيره واحده علشان انا اقدر اديله اللي هو عايزه، يعني نبقى متفقين مش اكتر ولا اقل. من هو بيقول لما قعدت معاه قال انا عايز نوجة دي، ايوه هي اعتزلت الرقص لكن فيها التكه، ما تنسيش انها وهي بترقص كان في موسيقيين وكان في ناس بيضايقوها تقول له جرى يا اخويا. ممكن لازم ده يكون موجود، يعني وانا بتكلم يعني لازم ساعات اقول لا مش هيبقى. فبقيت بعد ما اخلص الشغل الاقي نفسي وانا داخله الاوتيل بقى هنخش ننام لسه، وانت هتاخر الاكل ولا لسه الشخصيه لسه ممسوكه. في حاجات احنا اتفقنا عليها. والاستاذ حسام مخرج حساس جدا وشاطر جدا. واحنا انبسطت، انا انبسطت معاه وانبسطت كمان مع فهمي.